طالبة نرمين طلعت لوحيدي، خريجة كلية الهندسة المعمارية الأولى على دفعة 2014. كانت تجربتي في مجال الهندسة المعمارية تجربة ناجحة ومثمرة، صقلت فيه العديد من المهارات ليس فقط على نطاق التعليم وإنما على نطاق الحياة ككل. كانت الجامعة حاضنة في العديد من البرامج، كانت تم ترشيح المركز إيوان في الجامعة الإسلامية ربطي بسوق العمل من فترة وأنا طالبة. الجامعة أيضا ربطتنا مع العالم الخارجي في المسابقات المحلية والدولية، ففزنا في مسابقة الموائمة على شاطئ البحر لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن أيضا هناك برنامج الإيست مع جامعة غلاسكو، كما أرغب في استكمال درجة الماجستير في هذه الجامعة العريقة. الهندسة المعمارية ليست فقط تخطيط وتصميم للمباني وإنما إيجاد حلول مبتكرة لكثير من المشكلات العمرانية. أنا لما كنت في توجيهي كان عندي هواية الرسم والتصميم، لقيت في الهندسة المعمارية هوايتي. العمارة مش خط ورسمة ودائرة، العمارة تحقيق الأحلام، بدك تحقق حلمك وتجعل الحلم واقع، فوت هندسة معمارية. التخصص بيقوم على تصميم كافة أنواع المباني بكل أنواعها، من تصميم فراغات داخلية للمساكن وتصميم الواجهات الخارجية اللي بيشوفها الناس. فالمهندس المعماري بيصمم المباني السكنية بعماراتها بفلاتها، بيصمم المباني التجارية، المباني الثقافية زي المكتبات والمسارح والمستشفيات والمتاحف وغير ذلك من أنواع المباني العامة. حقيقة القسم موجود فيه مراسم لكل المستويات ولكل الشعب في الهندسة المعمارية، كذلك هناك مختبرات حاسوب وهي مختبرات حديثة وسريعة، وهناك مختبر يوفر ما يحتاج الطالب من معلومات في مساقات التشييد المعماري والتركيبات الميكانيكية، وهناك أيضا رحلات بيقوم فيها القسم لأي مساق بيحتاج زيارات خارجية زي تصميم مساقات التصميم الداخلي، بيتعرفوا على المواد الموجودة في السوق وكيف بتم تنفيذها وغير ذلك من المساقات.